الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وضيف الجزائر ضيف القمة السيد عبد الفتاح السيسي. واستقبال حار حرارة علاقات المحبة والاحترام التي تجمع الجزائر بعمقها العربي وشقائها العرب. الجزائر التي أبت إلا أن تشارك إخوانها نفحات ذكرى الفاتح نوفمبر العطرة. دردشة ودية بين رئيسي البلدين. الجزائر تمد يديها وترحب بالقادة العرب وممثليهم في هذه القمة لإبداء آرائهم في الملفات المهمة وغير المسبوقة والجوهرية التي ستطرح على جدول أعمال القادة العرب في الجلسة الافتتاحية مساء اليوم. الآن نستمع لنشيدي البلدين. إذن ملفات مهمة وغير مسبوقة وجوهرية تطرح على جدول أعمال القادة العرب في هذه الدورة العادية 31 بالجزائر، سيما ما يتعلق في بالأفكار الخاصة بالجانب الوقائي من النزاعات وإيجاد المشاكل أو إيجاد الحلول للمشاكل والنزاعات وفق المقاربات التي تحترم سيادة الشعوب. وفي هذه الأثناء يستعرض رئيسان تشكيلة للحرس الجمهوري تؤدي لهم التحية الشرفية. هي إذن قمة لم الشمل العربي التي تأتي في ذكرى عزيزة وغالية على الشعب الجزائري الشعب العربي قاطبة. هذه القمة التي تريد من خلالها الجزائر احتضان أشقائها وإخوانها العرب للخروج بمواقف واحدة موحدة في كل ما يتعلق بالقضايا المشتركة القضايا المهمة التي
تجمع الإخوة العرب فيما يتعلق بالجانب السياسي الأمني الاقتصادي والاجتماعي. ورئيس جمهورية مصر العربية يصافح الوفد المستقبل وعلى رأسهم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزير الخارجية الجزائرية مطلع عمره ووفد من كلا البلدين. بدوره رئيس الجمهورية يصافح الوفد المرافق من كبار المسؤولين في دولة جمهورية مصر العربية. ليتوجه الرئيسان في هذه اللحظات إلى القاعة الشرفية الرئاسية بمطار واري بومدين الدولي. إذن قمة ستدرس أساليب عمل جديدة وفق ما كشف عنه وزير الخارجية رمطلع مامرة للمساهمة في حل بعض المشاكل التي يولي لها الرئيس عبد المجيد تبون وإخوانه العرب أهمية بالغة، سيما ما يتعلق بحلحلة بعض المشاكل في البلدان العربية بعيدا عن التجاذبات الدولية وفق مبدأ سيادة الدول واحترام رغبة الشعوب العربية. ونتابع دائما هذا الحوار وهذا النقاش الودي وهذه البسمات الضاحكة بين الرئيسين التي تعبر صراحة عن عمق العلاقات التاريخية الضاربة في عمق التاريخ بين الجزائر ومصر بالأمس اليوم وغداً.